ناخذ اليوم هذا الشكل الاحتجاجي ديال الوقفه الاحتجاجيه والاضراب ديال اللي غيكون مقبل ان شاء الله ديال 19 و11 يوليو و23 24 25 يوليو بعد استنفاد النقابه الديمقراطيه العد لكل وسائل ديال الحوار والسلم الاجتماعي اللي خدناه على عاتقنا واللي خلانا اننا نبينوا المجتمع المدني باننا ندعو الى السلم واننا لا ندعو الاحتقان داخل القطاع الا ان تملص ديال الحكومه من الاتفاق اللي وقعته النقابه الديمقراطيه العدل مع وزاره العدل عبر عدم استجابه للمطالب اللي هي مجموعه ديال المطالب اللي فيها كنظام اساسي محفز ومحصل لكتابه الضبط اللي مرت عليه تقريبا هذا واحد 13 سنه ما تعدش. كنعرفوا القدره الشرائيه الحاليه ديال المواطن، غلاء ديال المعيشه اللي ما متكافئش مع الاسره ديال الموظف. اليوم ناخذ هذه المعركه ولا سبيل على ولا تراجع ولا سبيل على هذه المعركه الى تحقيق المطالب ديال كتابه الضبط. كاينه المطالب ديال الرفع من الحساب الخاص، نظام سميتو 13 موا و14 موا تعويضات على البدله، كاين الرفع من الحساب الخاص، كاين تعويض تعويضات ديال تعويضات على المهام القضائيه وتعويضات اخرى. وزير العدل كاين استجابه ديال وزاره العدل، اللي كنقولوا اننا حنا وقعنا اتفاق، يعني كاين واحد الالتزام حكومي ديال الاتفاق الموقع ما بين وزاره العدل والنقابه الديمقراطيه، الا ان وزاره الماليه هي اللي تملصات من تمرير الاتفاق. واليوم كنتفاجئ بان وزاره الماليه فعلا تم تمرير النظام الاساسي ديالها وغادي يمر اليوم في المجلس الحكومي، في حين ان النظام الاساسي المتوافق عليه مع وزاره العدل لم يتم التمرير ديالها. استمروا في المعركه، والبلاغ ديال المكتب الوطني راه واضح، يعني باقي مفتوح، يعني مفتوح على كل احتمالات، يعني اننا مستعدين اننا نستمروا في المعركه، معركه ما عندها علاقه بالوقت ديالها ولا الزمان ديالها، ممكن اننا نديروا معركه الصيف، نديروها في الربيع، نديروها في يعني في فصل الخريف، يعني معركه مستمره الى تحقيق النظام الاساسي ديال الكتابات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.